أشاد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنتونيو فيتورينو بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة في المملكة. وقد تم بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء تم وقف احتساب جميع رسوم العمل لمدة ثلاثة أشهر كما أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل في شهر أبريل الماضي فترة سنة سماح لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة في مختلف فئاتها تستمر حتى نهاية العام الجاري وقال مدير عام منظمة الهجرة الدولية في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن جهود مملكة البحرين في تصحيح أوضاع عشر ألف عامل وإلغاء جميع الغرامات ورسوم الإقامة يثبت وجود طرق فعالة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا وفق المبادئ والقواعد الإنسانية هذا وبذلت مملكة البحرين جهوداً كبيرة للحد من الآثار السلبية الإنسانية والاقتصادية على العمالة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، كما عملت على تعزيز وعي هذه الفئة بآليات وطرق الوقاية من فيروس كورونا، مع توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم دون استثناء.